في احزاب مطمئنه انه النص القانوني بتاع انه ما يقدرش يغير صفته اللي انتخب على اساسها ده ممكن يستمر الخمس سنين، لا ده ممكن يحصل عليه طعن ويتلغي النص ده، يعني الماده دي في قانون مجلس النواب ممكن تتلغي. واعتقد انه في يعني مرشحه لو نجحت هتبقى اول مره عضو في مجلس له مصلحه في انه يطعن على ممكن ما يغيرش صفته بس يغير هواه. لا ما هو احنا عندنا حالات صارخه جدا، عندنا مرشحه اترشحت على حزب وبعدين عايزه تغيره، فبس لما جت تغيره كانت الفتره المحدده في القانون فاتت، فهي دلوقتي محسوبه، والحزب ده ما هوش حاسبها ضمن مرشحيه. يعني الحزب ده اللي هي مكتوبه باسمه في 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 في, في نتائج الجوله الاولى من المرحله دي هي مين بقى؟ هي متسجله استاذه فاطمه نعوت بالظبط، هي متسجله رسميا مع حزب الوفد تقريبا كسبت، بس هو النتيجه تظهر دلوقتي.